السلام عليكم. زار والي ولاية عنابة فندق جديد راه قيد الإنشاء في أعالي مدينة عنابة، وليعتبر واحد من أجمل الفنادق في مدينة عنابة، اللي سوف أكيد يعزز عروض الفندقية في ولاية عنابة، خاصة أن المدينة عنابة تعتبر مدينة سياحية بامتياز، خاصة يعني خاصة أنها تقع على الساحل، وكذلك تسخر ب يعني امكانيات سياحيه ضخمه، امكانيات من ناحيه التراث الروماني والنوميدي المتواجد في حدود الولايه تاع عنابه، وكذلك التراث العثماني في مدينه عنابه، والى ذلك. نخليكم تتابعوا الفيديو حول مشروع نتاع الفندق الجديد اللي راه الاشغال تقرب من النهايه نتاعها. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول هذه الزيارة، والسلام عليكم.